صباح الخير يا جماعة، من على هضبة الأهرامات. يعني بصور الفيديو الجميل ده في الأجواء الرمضانية الجميلة. طبعا الأعداد يعني بسيطة جدا للأسف، بس إن شاء الله يعني عشمنا في ربنا إنها تزيد، عشمنا إن شاء الله الفاكسين اللي نزل يكون فعال، ويعني الموضوع ده يخلص في أقرب فرصة، مش في مصر بس، يعني في العالم كله إن شاء الله، والمطارات تفتح والطيارات تيجي وتكون يعني حركة السياحة تستأنف على نطاق واسع وقوي جدا. إحنا طبعا بجانب العجيبة الخالدة هرم خوفو ومنطقة الأهرامات بالجيزة، طبعا المتوقع المنطقة يعني فيها هدوء إن شاء الله، المتوقع بعد ما الأمور ترجع لنصابها يعني إن المنطقة هنا يعني تكون مليانة بالسياح على اختلاف جنسياتهم إن شاء الله. وطبعا المتحف المصري الجديد، هحاول أكبر الكاميرا عشان أجيبه من هنا، ده المبنى بتاعه إن شاء الله هيفتح برضو في القريب العاجل، والمتوقع إن يكون افتتاحه مهيب على مستوى موكب انتقال المومياوات من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط. فإن شاء الله برضه هيكون احتفال، متوقع إن هو هيكون احتفال يعني مهيب جدا. ويعني زي ما تداول إن هيتم الربط ما بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بشكل يعني يسهل عملية انتقال السائح من المكان، يعني سواء من المتحف للهرم أو من الهرم للمتحف. فإن شاء الله يعني تبقى بديت خير. لقطاع السياحة ولدولتنا الحبيبة مصر إن شاء الله منطقة الأهرام هتكون في تطور أكتر وأكتر، يعني حتى الترافيك يعني المرور اللي جنبها في ميدان الرماية وحاجة تانية، تطور بيحصل في الطرق وفي الوصلات المتحف المصري الكبير ونزلة السمان. فإن شاء الله كل ده هينعكس بالإيجاب على منطقة الأهرامات بإذن الله رب العالمين. طبعا الجو هادي جدا، احنا في جو يعني رمضاني، انا بصور منطقة يعني هرم خوفو، الهرم الكبير، الهرم الأكبر، طبعا عجيبة من عجائب الدنيا السبع. يعني طالما مصر تعرضت لكل أنواع الحسد بسبب يعني اقتناء المصريين هذا الأثر الهام، هو الأهم يعني في تاريخ البشرية، في تاريخ الإنسانية، مفيش أي أثر جذب الناس يعني عمل ليهم تحدي علمي وتحدي ثقافي وتحدي معرفي زي ما الهرم الأكبر عمل كده. يعني سيظل لغز بناء الهرم لغز قائم، يعني نظريات كتير بتتكلم عن بناء الهرم لكن الكيفية الحقيقية هي لغز قائم، إن إزاي من أكتر من 2000 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام يعني المصريين القدماء عملوا المعجزة دي. ده سؤال، وأي نوع من أنواع العلوم يعني خدوها كأساس إن
هم يقيموا البناء العملاق الكبير العظيم ده. الموضوع كان أعمق وأكبر، يعني زي ما القراءات والعلوم الحديثة بتؤكد عن الهرم أو بتتحدث عن الهرم، كان الموضوع أكبر من اختيار مكان وحجارة تنتقل من مكان إلى آخر وبناء بالشكل ده. يعني هو موضوع مرتبط بعلوم الهندسة في عصرهم، بعلوم الجيولوجيا في عصرهم، بعلوم الفلك في عصرهم، علوم التخطيط في عصرهم، علوم الإدارة في عصرهم، العلوم الدينية برضو دي مغزى. هو يعني أكيد المغزى الديني من أهم يعني أولويات أو من أهم أسباب بناء الأهرامات عموما، لا سيما هرم خوفو. فيعني الحمد لله إن ربنا حبانا بهذا الأثر العظيم، الأهرامات المصرية حقيقي، الهرم المصري. فأنت هنا تتخيل يعني الوضع هنا في فترة بناء الأهرام، يعني المكان ده كان يعج بالمصريين على اختلاف يعني درجاتهم الوظيفية. كان مشروع عملاق عظيم، في إدارة حازمة قوية مثابرة. فلو هترجع بالذاكرة وتتخيل كان ايه الوضع هنا بيحصل ازاي، وازاي ان كان في مراكز للاسعاف ومراكز للادارة ومراكز للبناء على اختلاف مراحلها ومخازن، يعني عشرات الالاف موجودين في الموقع بيعملوا، كانوا بيروحوا امتى وكانوا بيجوا امتى، كانوا بياخدوا مرتباتهم ازاي، كان ايه نظام الادب الشكاوي، كان ازاي ادب النصيحة. يعني هو طبعا البردي او الوثائق التي تتحدث عن هذه الفتره، يعني انا بقول مش من منطلق ان احنا ما نعرفش، انا بقول من منطلق يعني التعجب، يعني ان الوضع اللي كان قائم في الفتره دي. يعني لما تتخيلوا كنت وسط يعني مجتمع عريق، مجتمع عظيم كان ليه السبق بين نظرائه في الإنسانية في الفترة دي. كان يعني تخيل الوضع في مصر وهم بيبنوا المعجزة دي من أكتر من 2000 سنة قبل الميلاد، وتخيل الوضع في اللي بيسويها أو ما عداها يعني في الأمم والبلاد الأخرى في الفترة دي. فأكيد كان في فرق جوهري، يعني تخيل الفرق ما بين مصر في الفترة دي وأوروبا على سبيل المثال أو أمريكا على سبيل المثال. يعني ده برضو يخلينا نتفهم أو ندرك أن يعني الأيام دول والتاريخ يعني يدور، وحركة التاريخ متغيرة باستمرار بين الأمم. يعني في الفترات دي شوف الدولة المصرية العريقة والأمة المصرية كانت نوعية التقدم اللي هي فيه مقارنة بأوروبا. تعالى دلوقتي تشوف ان أوروبا وأمريكا يعني أكثر تقدما، والفجوة الحضارية كبيرة ما بينها مثلا وبين الدول الشرق أوسطية. فيعني هي دي الحياة وهي دي حركة التاريخ. بس يعني اللي أنا عايز أقوله ان احنا لازم نفخر بالأثر جميل ده، لازم نفخر بيه ونعتز بيه ان هو يعني على ارضنا، واجدادنا القدماء العظماء هم اللي عملوه وهم اللي شادوه. يعني انا بعتقد ممكن بقى ننتقل للموضوع ده، الموضوع تاني او هو مرتبط بيه بس بشكل اخر، يعني وهو موضوع الإقامة الفندقية. يعني أنا بعتقد إن الأهرامات، بعتقد إن أقرب مكان ليها أو أنسب مكان ليها الشيخ زايد وأكتوبر وتوسعاتها وخلفياتها وامتداداتها. هو طبعا في فنادق هناك كتير وفي أماكن سياحية كتير، بس أنا بعتقد إن يعني لو يعني اعتمادا على منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير وسقارة ودهشور ومنفس أو ميت رهينة، لا سيما آثار الفيوم الجميلة ويعني الآثار الموجودة في بدايات الجنوب، بقصد الفيوم وبقصد الجيزة طبعا،
يعني انا بعتقد ان 6 اكتوبر كامتداد وكالشيخ زايد امتداد، يعني هي مكان مناسب بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى لإقامة يعني منتجعات سياحية 5 ستارز و 7 ستارز على أفضل وأجمل ما يكون، اعتمادا على وجود الأهرامات والآثار اللي أنا بقولها دي، لأن هما يعني الحاجات دي يعني الفنادق دي أو المنتجعات دي اللي أنا عايز أقوله إن هي ما تبقاش متفرقة. يعني مثلا في 6 أكتوبر تلاقي فنادق 5 ستارز كتيرة، بس إيه، تلاقي فندق وجنبه كومباوند، تلاقي فندق وجنبه يعني أبنية تانية خالص بعيدة عن الخدمات السياحية. لا أنا بتكلم على يعني تبقى منتجعات على غرار شرم وعلى غرار يعني شيء مصغر من الغردقة أو الجونة، أنا بعتقد إنها هتنفع وهتجيب دخلها يعني من كل الزوايا، هتبقى مشاريع ناجحة. يعني أولا هتكون جاذبة لقطاع عمالي ووظيفي كتير جدا من المحافظة أو المحافظات اللي هي بتبقى حواليها زي الجيزة والفيوم إلى آخره، من المحافظات التانية بني سويف على سبيل المثال، القاهرة. هتقدم فرص عمل كتيرة، يعني إن شئت هتقول إقامة فندقية هتبقى مميزة للي حتى الريبيترز أو اللي هم جم كتير ومش عايز يجي الهرم، جه كتير هيبقى اختيار امثل ليه، لا سيما لو فيها الانترتينمنت عالي قوي ما بين بقى يعني ملاهي ويعني مسارح مثلا، سينمات، حاجات خاصه بالاكوا والالعاب المائيه والكلام ده. ده حاجه من الحاجات. من الحاجات التانيه طبعا كل الاثار العظيمه اللي ما فيش حاجه بتضاهيها في العالم كله، ده هيكون سبب كبير جدا ان المنتجعات السياحية دي هتجيب تمنها وهتجيب هتكون شغالة، ان السياح يعني ييجوا يقعدوا فيها اعتمادا على الاماكن السياحية دي اللي ممكن يزوروها، لا سيما ان في مطارات قريبة، يعني في مطار 6 اكتوبر، في مطار العلمين، في مطار برج العرب، في مطار القاهرة طبعا، في مطار العاصمة الادارية الجديدة، و يعني في مطارات مزمع اقامتها بشكل كبير. كل الكلام ده يعني بيدعم وبيأكد الفكره ان المنتجعات دي تشتغل بكل سهوله في وسيله المواصلات اللي بتجيبها من بره، في الاماكن الديستنيشن السياحيه اللي بتجذبهم، في الحاجات الداخليه والاكتيفيتيز والانترتينمنتس اللي بتكون موجوده جوه المنتجعات دي اللي برضو ممكن بتكون اكيد بتكون عنصر جذب كبير، بجانب ان الصحاري ذات نفسها يعني صحاري الاهرام وسقاره الى اخره، المناطق دي بتجمع ما بين الصحاري وبتجمع ما بين الطبيعه الريفيه. فالصحاري انت بتعمل فيها حاجات كتير جدا، ممكن بتعمل فيها حفلات ليليه، ممكن بتعمل فيها حفلات عشاء ليليه، ممكن بتعمل فيها سهرات فنيه جميله على اجمل واعظم ما يكون، ممكن بتعمل فيها رحلات السفاري بالموتوسيكل وبالجمال وبالحصنه وبيعني بادوات كتير جدا، عشاء بدوي وحاجات انماط كتير جدا ممكن بتعملها. مثلا ممكن بتعمل حاجات حتى اكتيفيتيز خاصه بالطيران او بالباراشوت، طبعا بعد الموافقات ما يعني ما بتحصل على موافقات معينه ممكن بتعمل الكلام ده. اللي انا عايز اقوله ان يعني التنميه السياحيه في المنطقة تستوعب الكثير والكثير والكثير، ويعني هي ميزة السياحة انك انت يعني ممكن نقول ان الابنية السياحية كفندقية او كانترتينمنت او واتيفر يعني انت بتكرسها لايه، هي في حد ذاتها ثروة، ولما بتكون السياحة شغالة يعني هي كعناصر انتاج او كمواد انتاج ما بتكونش يعني متعبة او فيها تكلفة او فيها مشقة كبيرة قوي مقارنة بعناصر او عوامل الانتاج بتاعت اي منتج تاني او اي مصنع تاني. انت بتعمل فنادق في سياحة هي شغالة، ما في سياحة يعني انت اعتقد انت ما بتخسرش كتير، لسبب لان انت يعني انت لو يعني بمفهوم الفندقة، الفندق ده مثلا بيكون فيه برضو قاعات للعرض، قاعات للمؤتمرات، مسارح وسينمات ممكن بتكون شغالة على السياحة الداخلية بشكل كبير، حدائق ومتنزهات وانترتينمنت وتايم شير يعني
في اوجه او فيسز كتيره جدا ممكن بتجيب بيها دخل كبير جدا من موضوع الفندقه او موضوع الفنادق. فتخيل بقى ان ده موجود وفي سياحه كبيره جدا شغاله معاك. فانا اعتقد يعني اعتقد انك انت من كل الزوايا ده بيبقى خير وبيبقى حاجه كبيره جدا، بتبقى حاجه جميله جدا وبتجيب لك دخل سياحي جميل جدا. لا شكرا، متشكر جدا. بتكون يعني حاجه فعاله وجميله جدا جدا. يعني من ضمن حتى الحاجات اللي اتقالت يقول لك ان المتحف الكبير، المتحف المصري الكبير ده تكلف مليارات، ويعني يعني هيجيب الكلام ده في كام، في 100 سنه 200 سنه. وحتى في ناس يعني تطرفت بالاراء وقالت اكتر من كده. طبعا يا جماعه يعني انا بعتقد الكلام ده مش علمي ومش صحيح بكل ادب واحترام، يعني احنا طبعا بننقد الراي. يعني المجموعه من الاسباب، اولا السياحه لو دخل، لو شغاله السياحه على اوجها، لا ده بيدخل لك ملايين الملايين شهريا بلا مبالغه، بلا ادنى مبالغه. ده بادئ زي بدء يعني. وكمان يعني ده بالنسبه لل يعني ان شئت تقول الزياره بتاعته اللي بتكون من السائح. انا يعني اكيد متحف زي كده بيكون فيه قاعات عرض، بيكون فيه قاعات للمؤتمرات، بيكون فيه يعني انماط كتير جدا او مصادر كبير جدا بتجيب لك دخل. ده رقم اتنين. رقم تلاتة انك انت حاجة زي كده يعني ليها، هيكون ليها صدى عالمي باعتبار انه هيكون اكبر متحف في العالم، وهيعرض يعني اثار مش عادية، بتتكلم في الاثار المصرية القديمة على اختلاف يعني فتراتها. فانت برضو التصوير، اوردرات التصوير اللي هتجيلك، ممكن تجيلك اوردرات تصوير عالمية كتير وداخلية كتير، كل ده برضو بيعمل دخل للمتحف. كمان في حاجة يعني احنا على سبيل المثال المصريين في الوقت الحالي عندهم مثلا قناة السويس، دخل من الدخل القومي او من مصادر الدخل القومي، على الرغم من المصريين دلوقتي مش هم اللي عملوها. اللي انا عايز اقوله ان حتى اللي بيقولك ده هيجيب تمنه في 100 سنة، يا سيدي مش مشكلة، ما بعد 100 سنة 200 سنة المصري ده من حقه ان احنا نعمل له حاجة يفتكرنا بيها باللغة الدارجة كده، يعني حاجة برضو يعني تجيب له دخل وتكون مصدر دخل كبير ليه. يعني هي دي الفكرة، يعني يكون ان انا ما ينفعش ان احنا كمصريين نبص ده تحت رجلينا، كل ثرواتنا تكرس لمتطلباتنا الوقتية. احنا برضو زي ما في ناس عملوا لنا حاجة، المتحف المصري على سبيل المثال بتاع التحرير، ما هو المصريين دلوقتي يعني هو بقى له حوالي مثلا 116 سنة تقريبا، زادوا سنة قالوا سنة، ما هو اللي عملوه ساعتها عملوه لينا، ما احنا بنستفيد بيه، فليه احنا كمان ما نعملش حاجات يستفيد منها المصريين بعد 100 سنة و 200 سنة. هي دي الفكرة. يعني انا عموما الاصدقاء جم، فنكمل ان شاء الله ونتمنى التوفيق لبلدنا العظيمة مصر. شكرا.